This program is offered by This program is offered by we'll be right back.
نتائج بطولة الذكور غير المسنة بطولة الشرق الأوسط 2022. The results for Junior Colts Championship for the 2022 Middle East Championships. وللتتويج نطلب من عطوفة النائب محمد يحيى المحارمة الرجاء التتويج. We'd like to ask His Excellency Parliament Member محمد محارمة to please present the award. ونتائج بطولة الشرق الأوسط للذكور غير المسنة 2022. Top 10 with no particular order. Top 10 بدون أي ترتيب. الرقم 51 number 51. عياش ار اس من الاب سلطان الخير ومن الام آية علاء الدين تولد وملك السيد رضا السعودي. توب 5 with no particular order. توب 5 بدون اي ترتيب. الرقم 44 نمبر 44 نجيب جعفر من الاب فهد جعفر ومن الام ام بي اي سناتا تولد اسطبلات جعفر الملكيه وملك السيد ظاهر العدوان. Number 44, Najib Jafar by Fahd Jafar out of MPA Senata, bred by Royal Jafar Sabres and owned by Mr. Dahir Al-Adwan. والرقم 87, number 87, number 87, Latino. من الأب عارف إيه فريد ومن الأم ليزا مونيلي تولد وجيسش برزيوسكي بولندا وملك مربط أبو فراس رحى الأردن. Number 87 Latino by RFA Farid out of Liza Monelli, bred by Wojciech Berezowski, Poland, and owned by Abu Firas Rahal Stud, Jordan. Our bronze champion, the bronze champion, البطل البرونزي بطولة الشرق الأوسط للذكور غير المسنة 2022. الرقم 45 number 45 FJ سهم من الأب HF سانتياغو دي مانيفيك ومن الأم توسكاني AN. تولد وملك السيد أسامة الغرايبة. Our bronze champion for the year 2022 is number 45 FJ سهم by HF سانتياغو دي مانيفيك out of Tuscany AN, bred and owned by Mr. أسامة غرايبة. والبطل الفضي, our silver champion for the junior male championship 2022 is number 52, الرقم 52. الرقم 52 اي جي سديد من الاب اي جي كافو ومن الام اي جي سجايا تولد مربط عجمان الامارات وملك السيد محمد عجا. نمبر 52 اي جي سديد باي اي جي كافو اوت اوف اي جي سجايا بريد باي عجمان ستاد يو اي اي اند اوند باي مستر محمد عجا. والبطل الذهبي the gold champion for the 2022 middle east junior male championship is number 50 الرقم 50 اي جي افجان من الاب اي جي مرزان ومن الام اي جي اي افرودايتي تولد مربط عجمان الامارات وملك السيد جعفر المحارمة الاردن. نمبر 50 اي جي افجان باي اي جي مرزان اوت اوف اي جي اي افرودايتي bred by عجمان ستاد يو اي اي اند اوند باي مستر جعفر محارمة اوف جوردن. الف مبروك. بس بدنا نذكركم انه من الساعة 12 للساعة 1 من الساعة 12 ونص
للواحد ونص عندنا لانش بريك استراحة الغداء from 12:30 till 1:30 is our lunch break. وعلى الواحد ونص بدنا نكون جاهزين للبطولة اللي بعدها. يعني بدنا نتأكد إن واحد ونص نكون موجودين علشان بطولة الإناث المسنة. شكراً.